صباح الخير شباب، مثل ما انا شايفين في عندي كيس كمبيوتر بدي وصل منافذ اليو اس بي الامامية للوحة الام، وطبعا مثل ما لو واضح قدامكم المنافذ لها بنات ولكن مفرطعين بشكل عشوائي، ما لهم جايين على شكل جك واحد ينزل على اللوحة الام. وطبعا هذا الشيء ما بنشوفه الا باللوحات القديمة والكيسات القديمة. الكيسات الحديثة والكمبيوترات الحديثة صارت على شكل مشط واحد بينزل على اللوحة الأم وانتهى الموضوع. بهذا الفيديو رح نتعرف بشكل سريع وبسيط على طريقة توصيل هالبنات على اللوحة الأم. بس يا ريت يا شباب تعطوني لايك على الفيديو لحتى يزيد انتشاره. عم تشوفونا أول مرة، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية. اغلب الكيسات شباب بالعاده بيكون لها منفذين يو اس بي من الامام من الواجهه الاماميه، مثل ما احنا شايفين عاده بحطوهن بهذا الشكل، يعني بيفرقوهم بمشط، تمام؟ بالتالي في مجموعه هون وفي مجموعه هون، وطبعا اكيد ما ننسى انه الارقام اللي موجوده على كل بن بتوضح هذا الشيء، فمثلا عندي جي ان دي 1، عندي زائد 5 1، عندي داتا ناقص 1، عندي داتا زائد 1. بنلاحظ هذا الشيء معناته لمنفذ اليو اس بي رقم 1. نفس الكلام بالنسبه لمنفذ اليو اس بي رقم 2، مثلا داتا زائد 2 زائد 5 فولت 2، تمام؟ بالتالي هدول لمنفذ اليو اس بي الثاني. اما بالنسبه للوحه الام بنلاحظ انه شكل البنات على اللوحه الام بهذا الشكل. طبعا انا عم بقرب الصوره لانه هي صراحه صغيره كثير وبعيده بالنسبه للكاميرا. مثل ما احنا شايفين شباب هذا منفذ اليو اس بي بيكون على اللوحه الام وبيكون مكتوب تحت منه عباره يو اس بي، وبيكون ضمن مشط ازرق كبير او على قاعده بلاستيكيه زرقاء كبيره، وبداخل القاعده الزرقاء في اسنان نحاسيه طالعه لفوق بهذا الشكل كما هي النقاط بالرسمه. مثل ما احنا شايفين يا شباب بالرسم في عندي 1 2 3 4، 1 2 3 4 اللي هن اربع بنات الخاصين باليو اس بي، وفي عندي واحد اضافي هون موجود. هذا البن الاضافي اللي موجود ما لي شغل فيه نهائيا، انا شغلي بالاربعه اللي مواجه بعض. وهذا البن الاضافي بيدلني على شيء مهم جدا، انه بدايه الزائد 5 راح تكون من الطرف المقابل اللي بالطرف الاخر وليس من هذا الطرف. اذا لما بيكون هذا البن موجود من هذا المكان، اذا بدي بلش بالزائد 5 من هون. لو كان هذا البن موجود هون، من وين بدي بلش؟ بدي بلش من هون زائد 5. اذا هو موجود عندي هون، اذا ببلش زائد 5 هون. هي بالنسبه لمنفذ اليو اس بي الاول اللي من فوق، ومنفذ اليو اس بي الثاني اللي من تحت كذلك الامر، كل بن مقابله نفس الشيء، يعني زائد 5 فوق زائد 5 تحت، ناقص ناقص، زائد داتا زائد داتا، جي ان دي جي ان دي. ومثل ما لكم شايفين شباب زائد 5 ناقص داتا زائد داتا جي ان دي بيترتبوا بهذا الشكل على جميع اللوحات في العالم. شايفين شباب هي عندي الرسمة هون، زائد 5 ناقص داتا زائد داتا جي ان دي، بدهم يركبوا بهذا الشكل تماما، وبقوم بتوصيلهم على اللوحة الأم بهذا الشكل مباشرة. طبعا في منهم بيجي بمشط كامل بيدخل دخول كامل بنفس الوقت، هاد مورك سهلة فيه. أما بالنسبة للمفرطعين أو بيجوا هيك يعني مثل ما أنا شايفين بهذا الشكل، بدك تدخلهم واحد واحد. أحد الأشخاص بيسألني لو وصلتهم بشكل يعني مخربط أو بشكل عشوائي شو ممكن يصير؟ رح أقلك شو ممكن يصير صديقي. ممكن تحرق الفلاش ميموري، أو ممكن لا سمح الله تحرق اللوحة الأم أو منافذ اليو اس بي باللوحة الأم. لذلك من الضروري جدا توصيلهم بالشكل الصحيح مثل ما ذكرنا بالرسم تماما، ومثل ما ذكرنا هذا الرسم هو لجميع اللوحات في العالم مثل ما أنا شايف. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.